هي بالحيرة. تذكرنا اقعدوا البنات. سمعنا وأطعنا. تكبير أتى المشاركات من كل ربوع الوطن، نهدف فيه إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفق حفظ مكثف، إضافة إلى عدة ورشات تفاعلية تسكوية وتدبرية وغير ذلك من المعارف. تعلم الكتابة يعني من السنة الثانية ابتدائي، دخلت المدرسة القرآنية. الحمد لله أنه ابنتي يعني اختارت المخيم القرآني على أنها تكون في البحر أو في مكان آخر. لم يكن الطريق مفروش بالورود بل كان مليء بالابتلاءات، والحمد لله 60 تمت وبالخير عمت. بعد الختم سجدت سجدة طويلة ودعوت فيها حيث يكون الدعاء فيها مستجاب. جيت هذا المخيم من ولاية بشار كأستاذة مؤطرة لحلقات، الحمد لله كان يجيبوا تقريبا حزب أو حزبين في اليوم، والحمد لله مراجعة أيضا كانت تجيب أكثر من 10 أحزاب في اليوم.